ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج السور هنتكلم النهارده على ايه الاشياء الساره اللي ليها علاقه بالنص الثاني لشهر اكتوبر لعام 2022. مبدئيا كده برج السور احنا عندنا اشياء ساره عديده كتير خلال النص الثاني، خاصه خلال الاسبوع الاخير، برغم ان احنا الاسبوع الثالث فيه ايام كتير جيده جدا، يعني في فترات مميزه بالنسبه لنا، الا ان الاسبوع الرابع ده هيكون فيه علاقات طيبه، رجوع، تواصل، كتير من الايجابيات. طيب خلينا نتكلم على نقطة نقطة. مبدئيا برج السور احنا هنقول لهم مبروك خلال الفترات اللي جاية جدا. ليه؟ لان هيكون عندهم خطوبة، هيكون عندهم زواج، هيكون عندهم حدث مهم جدا ليه علاقة بالامر العاطفي. مواليد ده هيكون عندهم في اتفاقية اكتر، اتفاق اكتر مع الحبيب، تواصل اكتر مع الحبيب، علاقة اللي هو احنا اتنين اصحاب او اصدقاء نتحول بينا الامر ليه ان احنا نكون مخطوبين، من خطوبة لزواج، من زواج لمواليد، من بعض الخلافات لتصالحات. طيب ارجع اقول لكم على نقطة تانية كتير مهمة يا برج الثور. برج الثور هيكون عندك الاشخاص اللي انت على خلاف معاهم من احبائكم، يعني شريك حياتك وانت على خلاف معاه او على مشكله معاه او على حتى انفصال معاه، بس في اولاد ما بينك وما بينهم، فهيكون نسبه رجوع قويه جدا، هيكون في نسبه رجوع قويه جدا. فاذا من حيث الوضع العاطفي كتير هيبقى في تميز، عندنا بدايات اكتمال لعلاقات، اخبار ساره متعلقه باتفاق اكتر مع الحبيب، مواليد، كمان هيبقى في تواصل مع الاولاد، في محبه مع اولادنا اكتر، هيبقى في نجاح في توطيد العلاقات اكتر. وبالنسبه للناس المنفصلين هيكون عندنا نسبه رجوع كتير قويه. طيب بالنسبه للشأن العائلي، الوضع العائلي بالنسبه لنا هيكون عندنا كتير في تواصل في الوضع العائلي، في كتير من الزيارات العائليه، حب العائله. برج الثور على قد ما هم اشخاص يحبوا النجاح قوي ويحبوا القوه والتميز والجو ده كله، بس ما يحبوش يخسروا اهلهم، اللي هو لا انا اللي مني. عشان كده اي حد هو مقرب لبرج الثور او ليه قريب من برج الثور اعرفه كويس جدا ان هم يعني اللي هو عارف فكرة صاحب صاحبه، لا هو بقى بتاع اهله، يعني اللي هو ايه، يدعم الاهل قوي. عشان كده دايما اقول ان برج الثور الام بالذات، يعني الام بالذات هي ام قوية جدا، او ام بتكون مميزة قوي، بتعرف تحاجي على اولادها صح، وبيقدروا ان هم كمان يصنعوا او يبقى بيظبطوا كده اولادهم ان هم يبقوا ناجحين اكتر يعني. طيب المهم برج الثور، فاذا هيكون عندنا كتير من الاجواء العائليه الجيده، في حب مع الاهل، تصالح مع الاهل، حتى لو في مشاكل او في خلافات او في جدل، لا بالعكس هيبقى في كتير من الاجواء اللطيفه، في كتير تحسن، في كتير من كمان ود وتقارب مع الاب والام. طيب برج الثور هيكون عندك كمان الاجواء اللي هتكون مهمة جدا او تعتبر من ضمن الاشياء. سار احنا كده اتكلمنا على وضع عاطفي ووضع عائلي. طيب من ضمن كمان الحاجات المميزة اللي هتكون موجودة ان احنا يبقى الوضع الصحي هيبقى بتحسن، منكم كتير اللي اجري عمليات جراحية، منكم كتير اللي كان بيهتم بالصحة اكتر، بيهتم بالمظهر اكتر، زي ما قلت لكم من الفترة اللي فاتت ان احنا او لحد كمان يوم 22 هيبقى مازال عندك الاجواء دي كتير، الاهتمام بالمظهر، الاهتمام بالشكل، الاهتمام بالاناقه، الاهتمام بالامور التجميليه او التغيير، يعني منكم كتير غير لون شعر، يقص شعر، يعمل عمليات تجميل، مش عارف ايه، او عملتم ده بخلال الاسبوعين الاولانيين. ففي الاجواء دي كتير موجوده عند برج الثور، ما زالت هتبقى موجوده، لكن هيبقى في كتير تحسن، في كتير ازدهار، في كتير ان انت هتبقى مبسوط بالتغيير او الامر اللي خاص بالتجميل اللي انت بتقوم بيه، او اني اخس، اني اتخن، اني مش عارفه، في حاجه تغيير بتقوموا بيها، ستايل جديد بتعملوه، فده بالنسبه لكم هيكون كتير انتوا حابينه، حابين الشكل ده، حابين المظهر ده، حابين التغيير للايجابيه بالمظهر ده، فعندك ده جدا يا برج الثور. برج الثور النقطه اللي بعد كده ان انت هيكون عندك كتير من الـ يعني في الوضع الصحي خلاص احنا اتكلمنا عنه، كمان هيبقى في استشفاءات وكتير من الامور الساره الايجابيه من الناحيه الصحيه، لكن كمان هيبقى عندنا ايام هتكون جيده جدا، يعني في ايام هتكون مميزه ليها علاقه بالاسبوع الثاني الثالث والرابع، اللي هو يوم 21، يوم 22، يوم 30، يوم 31. دول الايام الافضل او الاقوى ليكم جدا جدا، هيكون عندنا في عده انتصارات في يوم، هيكون عندنا اخبار ساره، عندنا بدايات مهمه جدا، عندنا انطلاقات، ووقت بيسمح لك قوي ان انت تقدم على شيء، تقدم على حاجه، تعلن عن حاجه، تقرب من اشخاص، تقوم ببعض التصالحات، يبقى
عندك ايام هيكون فيها فرص لان انت تتميز اكثر. طبعا عليك ان انت تستغل الايام دي. طبعا في النصايح كلمتكم على الايام اللي هنخلي بالنا منها ايه. طيب برج الثور كمان النقطة اللي بعد كده ان هيكون عندنا كتير من دعم من اشخاص حوالينا، بمعنى ان هيكون في اشخاص حوالينا بتشكر فينا، اشخاص هيدعمونا، اشخاص هيقفوا بجانبنا جدا جدا، في كتير هيتكلم عليكم كلام ايجابي، في صحبة جيدة، في انطلاقات مميزة، اخبار سارة جدا، في عدة نجاحات هتكون متواجدة بالنسبة لكم، هيكون في اشخاص بيساعدوكم في نجاح فتحققوا نجاح، في عندكم اشخاص تشكر فيكم جدا، اشخاص بتعرضكم ليه ان انتوا تكسبوا اكتر او ان انتوا تترقوا بحاجه او ان انتوا توصلوا لنجاح معين او تقدم معين. فبالنسبه لك عندك ده جدا يا برج الثور، ان انتوا قادرين على النجاح، قادرين على التميز، قادرين على الابداع بمساعده الاخرين كمان. فدي تعتبر من ضمن الاشياء الساره. من ضمن الامور الساره كمان ان احنا يكون عندنا ثقه في النفس اكتر، انك هتكون واثق في نفسك اكتر كتير، هتكون عندك اللي هو ان انت هتحس اللي هو انا متفوق على اي حد، ان عارف كده لما تعرف قيمه نفسك، عارف لما تعرف قيمه النجاح اللي انت بتحرزه، عارف لما تعرف قيمه الخطوات اللي انت بتقوم بيها بامرك المهني بشكلك بمظهرك، عارف لما تبقي واثقه في نفسك كده وماشيين اللي هو يا ارض مش عارفه ايه تهدي ما عليك ادي. برج الثور هيكون عندك ده جدا، اللي هو هيكون عندك كتير من النجاح الجيد، هيبقى عندك مكسب جيد، هيكون عندك كتير من الامور اللي هتخليك ان انت تزيد من ثقتك في نفسك اكتر. اصلا كمان اهتمامك بشكلك ومظهرك ولياقتك والجو ده كله ده بيخليك ان انت تكون اكثر ثقة في النفس، يعني بتبقى مدعوم اكتر، واثق في نفسك اكتر الخ. طيب برج الثور فانت هتكون شخص واثق في نفسك، فده هيقابل امام اعدائك بيه ان اعدائك هم اللي هيكونوا مهتزين اكتر، الاشخاص اللي هم سابوك خسروك هم اللي هيبقوا كتير ندمانين عليك، هيبقى عندك ان انت شايف ان الاشخاص دي ندمانه عليك، هتبقى عارف ان الشخص ده او الشخصيه دي قد ايه متاثرين سلبيا نتيجه بعدهم عنك، سواء بقى حب، سواء صداقه، سواء مش عارف ايه، سواء كانوا اصدقاء في العمل. فانت هتعرف قيمتك نتيجة ان في اشخاص هم بالفعل خسروك وهيبقى واضح خسارتهم عليهم جدا، سواء ان هم يبقوا عايزين يرجعوا لك او لا. طبعا انا قلت لكم ان في رجوع عاطفي، في رجوع عاطفي، بس الرجوع هيكون مبني بموافقة او رفض منك، يعني انت لا تكون يا بترفض يا بتوافق. طيب برج الثور كمان هيكون عندك في، هو اولا برج الثور عنده مشاكل متعلقه بامور ماليه ولكنها يمكن تكون مش مؤثره قوي، بس المشاكل ماليه ممكن تكون واصله لامر قانوني او قضائي على فكره، الا ان هيكون عندك انتصار، يعني بتنتصر في هذا الامر جدا، والانتصار ده كمان في حد ذاته بيخليك ان انت اكثر ثقه في النفس، بيخليك انك واثق في نفسك اكتر، بيخليك انك انت عارف قيمه نفسك اكتر، عارف ان انت على حق اكتر. طيب من ضمن كمان الامور اللي هتكون جيده المتعلقه باموال ان هيكون عندك العديد من المشتريات بس كلها على مزاجك. يعني ايه؟ عارفه كده او عارف لما تشتروا حاجه انتوا حابينها، لما تبقى بتهادي حد انا حابه فهاديه عادي جدا، اللي هو مصاريف بتطلع بس انت حاببها، حابب اللي انت بتعمله بالمصاريف دي، فده برضه هيكون حاجه ليها علاقه بشيء صار، اللي هو مش مصاريف طالعه منك عنوه او بالعافيه يعني، لا بالعكس هي طالعه بمزاجك. طيب برج الثور اذا ده من الاشياء المتعلقه بالامور الساره. طبعا انا بتمنى كتير اني اكون فدتكم، بتمنى لكم كل الخير وكل السعاده وكل الحب، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.